فقاصرات الطرف بمعنى ماذا؟ يعني لا تنظر إلى زوجها من عندها، لا ترى أفضل منه ولا أحب إليها منه، فهي قاصرة الطرف من عندها على زوجها. على زوجها لا تنظر إلى أحد أبدا، قاصرات الطرف. نعم. حور مقصورات في الخيام، مقصورات يعني مثل المحبوسات، يعني هم بالخيام خليهن هناك مقصورات. قاصرات محدد إقامته مثلا لزوجها مثلا. سبحان الله. زين، قال كأنهن الياقوت والمرجان على الحور. لم يقلها في من دونهما جنتان، هذا قال في الأولين. في الأولين في الجزاء الأعلى، صح. قال كأنهن الياقوت والمرجان، لم يقل في المقصورات من القيام كأنهن الياقوت والمرجان.